اكمل ما قاله معطاوي انه بالماضي سيغير اسماء كثيره في المنتخب، وانه هذا اللاعب هو خليفه بليلي في المنتخب. يا ترى مين هو؟ يا ريت اخواني واخواتي وضع اللايك والاشتراك، جاموا ابوني وشكرا للجميع لكم. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك. تعالوا نسمع معطاوي اصدق صحفي تقريبا هذا برايي. ما هو غير مطلوب منه؟ معزف كان لاعب ويدرك هذا الامر جيدا. عندما يعود لاعب من اصابه من الصعب جدا ان يرفع ذلك الرتم الذي يتمتع به زملائه وهم لا يعودون من الاصابه. ما رايناه عند النجاح اليوم يثبت هذا. اذكر ايضا للذين لا يعلمون بان فيغولي لاعب وهو مصاب، بن سبعيني لاعب وهو مصاب، ومحرز لاعب ليس بكامل امكانياته. عندما تذكرت فيغولي اردت ايضا ان اوقف عند بعض المنتخبين في الشاب الماضي. انا لم اكن اعلم بان الناخب صار الشاب الجزائر. عندما راح يلقب بالعشاب اليوم الماضي الشاب الذي حمل مسؤوليه تدهور ارضيات يعني تدريب مركز سيدي موسى، اذكرهم بانه صحيح تخلف عن سقي الاراضي لكنه كان يتابع بعض اللاعبين يعني من جواهر كرة القدم الجزائرية الموجودة في فرنسا، على غرار مسجل هدف اليوم شيبي، على غرار بوعناني هذه الجوهرة التي سوف تتكلم بها في القريب العاجل، على غرار كويري الذي سوف يأتي ربما في المعسكر القادم وسوف يكون له شأن في إعطاء الحلول الكثيرة على مستوى القافلة الأمنية للخضر، وعلى غرار بقية اللاعبين عيد نوري الذي رأيناه الذي أزاح بن سبعيني إلى وسط الدفاع مثلما قال حسين بن قليل، لأن بالماضي اليوم يتمتع ببعض الخيارات أن في بعض المناصب هو جد غني، بعض المناصب الأخرى يعاني في هذا الأمر ريب مثل وسط الميدان مثلا. أعود إلى سؤالك وأقول أنت توقفت عند بعض الأسماء التي رأيتها ربما لا تستحق الاستدعاء وليس لها مكانة. أقول لك بأن في الماضي لا يمتلك جاكسون وفرط في استدعاءه. في الماضي يستدعي ما هو موجود وليس مطالب بأن يخترع أسماء غير موجودة. اليوم هذا الوجود في الساحة العالمية من لاعبين جزائريين قابلين للاستدعاء، هذا أحسن اللاعبين. ربما نتوقف عند الطحن الذي أخذ مليون فرصة ولم يستطع فرض مكانه. لا يجب أن نتوقف عند الرحمة ونجعل من الرحمة لاعب غير سوي وغير قابل للعب كرة القدم. الرحمة يتمتع بمستوى ولولا ذلك لما وجدناه في أعتب البطولات وهي الإنجليزية، لكن الرحمة لم يستطع لحد الآن فرض مكانه في المنتخب الوطني. أظن بأن بانطلاق البطولة الوطنية يوم الجمعة وبعودة يوسف ليلي أنا لا أظن بأن هناك مشكل في ذلك المنصب، لأنني متأكد مليون بالمئة بأن يوسف ليلي سوف يعود ليس إلى منصبه بل إلى خيمته. تلك خيمة يوسف ليلي سوف يعود إلى متى يا أخي؟ إلى أن تنجب الأمة الجزائرية المغتربة في فرنسا لاعب في ذلك المنصب. إلى حد يعني هذا الكلام، الأمة الجزائرية الموجودة في المهجر لم تفكر في إنجاب لاعب في ذلك المنصب. أقول لك ربما معلومة أخرى وهذا ليس تحليل، بالماضي كان يفكر في توظيف آدم والناس على الجهة اليسرى في مكان بليلي، لأنه بعد انسحاب بليلي بدأ يفكر الرجل في من سوف يتولى ذلك المنصب، فكر في آدم والناس. للأسف الشديد آدم والناس يعاني من الإصابات المتكررة على غرار يوسف عطال، لذلك لم يستطع حتى توظيف أدم الناس في ذلك المنصب. أقول هذا الكلام لأنني متأكد بأن بعض اللاعبين يا عباد اليوم حال ساعة الحقيقة، وبالماضي اليوم بعد عودة يعني تلك الأسماء التي ذكرتها سوف تعود على حساب أسماء أخرى سوف تبعد من تشكيلة المنتخب الوطني إلى بعد حين. اليوم زرقان أو بالرحمة أو حتى زروفي منكم واقعيين، أنا لا أقول بأن هؤلاء اللاعبين لا يتمتعون بمستوى، يجب أن نتحدث على أبنائنا بصورة إيجابية. لا يجب القول اليوم أنهم لم يجد هؤلاء اللاعبين معالمهم مع المنتخب الوطني، ولا يجب أن نقول مثل ما يقول البعض على بعض الأسماء الأخرى زرقان ليس لاعب. لا يجب أن نعطي لهذا الخطاب مكانه في هذا البلاطو.
دوغان لاعب ممتاز جيد مقتدر الى حد الان لم يجد معالي، يجب ان يزاح. بالرحمه ايضا انا لا يجب ان يعني ان اقيم لاعب يلعب في وست هام، هذا من الغباء. لكن بالرحمه اذا حد كتابه هذه يعني الى قول هذه الكلمات، بالرحمه لن يستطيع فرض نفسه يعني